هذه الفقرة برعاية ما ودنا ندخل في الموضوع مباشرة. في مقطع فيديو أنت مجهزة؟ نعم. شو رأيك نشوف المقطع ونرجع نكمل فقرتنا لهذا اليوم؟ أكيد. أهلا بتميم، كيف كانت الحديقة يا أم تميم؟ الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. الله يحفظكم. كانت الله يجزاكم خير أنتم. عسى وبس مبسوط تميم في. كنت عفوا ايش؟ كنت اعاني من هالشيء انه الاطفال يجي يشوف الاطفال الصحيحين يلعبون وهو ما في شيء ناسبه. اي يوم شفت مرتاحه نسبته مره ما قدرت الا ادعيكم. الله يبيض وجهك، الله يجزاهم خير اللي قاموا على هذا واللي نفذوه، والحمد لله هذه نعمه عظيمه انه يكون في الجميع يعني يبذل من اجل هالوطن من اجل المجتمع. جميل. شاهدنا يعني مقطع جميل لأحد الحدائق. صحيح. بصراحة ودنا نعرف هذا الشيء وهذا هذه الحديقة من أسامة. كنت في يوم من الأيام صفحت تويتر أشوف أحدهم مسوي رتويت لهذا الفيديو، أدخل أشوف الفيديو هذا أشوف إنه الحديقة هذه تم العمل عليها بيعني جهد كبير جدا لأجل خدمة الأطفال وكذلك أهالي الحي. هذه الحديقة من يعني إنتاج أو من فعل المهيد لخدمة المجتمع. بصراحة هذه المبادرة منهم أنه قدموا شيء كبير جدا لأجل خدمة المجتمع. الأطفال الموجودين موجودة في مدينة الخبر كان لها أثر كبير جدا في أنه الأطفال استفادوا منها استفادة كبيرة جدا. لعل موضوعنا اليوم يتكلم عن هذا، تصدق من خلال المجتمع. جميل. لكن حديقة فيها شيء غير يعني. صحيح. هي كيف صارت خدمة المجتمع؟ أنا أظن شفت المقطع. أي. أنه هي مخصصة للأطفال من ذوي الهمم. صحيح. وكذلك دمجهم من أهداف هذه الحديقة أنه دمج مع الـ الأطفال العاديين. نعم. فكانت لها يعني حاجة جميلة في نفوس هؤلاء الأطفال أصحاب الهمم وكذلك ذويهم. صحيح. وكان لها أثر كبير جدا ليس فقط على يعني الناس المستفيدين من الحديقة، حتى أيضا الموجودين حول الحديقة. يعني سألت بعض الناس موجودين في الخبر كان يعني يعرفون الحديقة وكان لها أثر كبير جدا حتى في أسلوب حياتهم اليومي مع ذوي الهمم، وبالتالي يعني غيرت صورة نمطية موجودة لدى الناس أنه الطفل حتى من ذوي الهمم شخص عادي.